تشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الدولية للهجرة المرحلة الأولى من نشاط النقد متعدد الأغراض، حيث يتم تحويل مبلغ 175 دولارا شهريا للأسر السورية اللاجئة في شمال لبنان والبقاع عبر بطاقات بنكية لمدة 10 أشهر. غنوة يتيم التفاصيل. في وقت تراجع فيه زخم المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، ازداد السوريون في لبنان فقرا. معاناة أبو محمد لا تختلف عن معاناة المئات الذي يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر المدقع، ما دفع القائمون على مركز الملك سلمان إلى تقديم بطاقة ائتمانية تحتوي على 175 دولار شهريا علها تخفف من معاناتهم. كثير عالم منهم بحاجة، يعني بشكل ما بيتصوروا عقل، بس طبعا ما صار لهم يقعدوا بمخيمات، قاعدين ببيوت، هدول ما عم توصلهم شيء. بقى المساعدة المادية بتكون أفضل بالنسبة لهم، انه فينه يدبر يعني يدفع ايجار بيته. بعد 6 أعوام امضتها في لبنان لم تتمكن ندى حتى الان من تسجيل اطفالها في المدارس، فهي بالكاد قادره على تامين الماكل والمسكن حتى تراكم عليها الدين، فكانت من ضمن من اختارهم المركز للاستفاده من البطاقه. نص الشهر ورا انه اسبوع 10 ايام بالشهر ما بعد عندنا مصروف، لهيك بدنا نفتح مع سوبر ماركت مثلا بناخذ منه اغراضنا مستلزماتنا لراس الشهر لنعطي انه نرد له شوي منها. هيك يعني اكثر شيء انه هاي وتراكم الدين انه كل شهر ما فيك تسدد كل شيء، انه اخذتيه بشهر واحد ما بنقدر. اي هلا بس هاي البطاقه كيف ساعدتكم؟ بدي اعطيه بالقليل يعني دفعه. مشروع ممول من قبل مركز الملك سلمان للاغاثه والمساعدات الانسانيه عم تنفذه المنظمه الدوليه للهجره IOM. المشروع هو اللي نحن شفناه هلا هو توزع 500 بطاقة على 500 عائلة بحاجة وهن عندهم مستوى ضعف عالي، توزعت بين منطقة البقاع ومنطقة الشمال. وقد ساهم مركز الملك سلمان منذ بداية الأزمة بتقديم مساعدات عينية وإعادة تأهيل مدارس ومستوصفات تقدم الخدمات للاجئين والمجتمعات المضيفة. غنوة يتيم، العربية، البقاع. من الرياض ينضم إلينا الدكتور سامر الجطيلي المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة. دكتور سامر مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. ربما تقرير الزميلة غنوة نقل جزء من معاناة اللاجئين السوريين في لبنان، أنتم في المركز ما هي مشاهداتكم؟ كيف تقيمون أوضاع اللاجئين؟ حياك الله أستاذ أحمد، وحييك خالد المشاهدين الكرام. بلا شك أن هناك أعداد كبيرة نزحت إلى لبنان في وضع اقتصادي حرج جدا. للأسف أن هؤلاء اللاجئين أضافوا عبئا على الاقتصاد اللبناني بلا شك، وعبئا كبيرا على الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة للمواطنين واللاجئين. نحن متواجدون منذ بداية الأزمة السورية حتى الآن، لدينا مكتب في لبنان ونحاول بقدر الإمكان الحقيقة أن ندعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة بحيث نقلل من حجم المعاناة ونقلل من حجم الاحتياج. جيد، حجم المستفيدين الآن من هؤلاء اللاجئين السوريين من ما دشنتموه في المركز اللي هي نشاط النقد متعدد الأغراض؟ الحقيقة أستاذ أحمد قدم مشروعين، المشروع الأول من خلال المفوضية العليا للاجئين بتكلفة 5 مليون دولار، والمشروع الآخر الذي أشرتم إليه في تقريركم وهو عن طريق منظمة الهجرة العالمية بتكلفة إجمالية 3 مليون و800 ألف دولار. إجمالي عدد المستفيدين في المشروع الأول بلغ حوالي 30 ألف مستفيد، بينما المشروع الثاني بلغ عدد المستفيدين حوالي 9 آلاف مستفيد. طبعا المشروع الأول مشروع المفوضية للاجئين يهدف إلى دعم الاحتياجات الأساسية للأسر من خلال تقديم المبالغ النقدية عن طريق بطاقات مسبوقة الدفع. بينما المشروع الثاني يستهدف عدة مناشط، من أهمها هو دعم الحقيقة الغذاء وكذلك الحاجات الأساسية، بالإضافة إلى دعم الأسر المستفيدة بمبالغ نقدية تستطيع من خلالها إقامة بعض المشاريع الصغيرة، كذلك مبالغ مالية مقدمة مقابل العمل حيث يشارك
في هذا البرنامج عدد من اللاجئين السوريين في مشاريع تدعم البنى التحتية، إعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان ويكون لها أثر عام على المجتمع. كذلك هناك مبالغ قدمت لدعم صيانة البيوت التي يقيم فيها اللاجئين. كل هذا الحقيقة يهدف إلى تقديم باقة من أو حزمة الحقيقة من الخدمات التي يستفيد منها اللاجئين ويقلل من الضغط على المجتمع المضيف. المرحلة الأولى نشاط النقد متعدد الأغراض، ماذا على المراحل التالية بالنسبة للمركز؟ سوف نقوم نعم، المركز يعمل في كل القطاعات الإنسانية أستاذ أحمد، يعمل في دكتور سامر قطاع الصحة. دكتور سامر أنا والدي اسمه أحمد يسلم عليك. اسمعني. أي والدي اسمه أحمد يسلم عليك، أنا اسمي خالد طال عمرك، تفضل دكتور. عفوا أستاذ خالد، المعذرة المعذرة الله يسعدك. حياك. أستاذ خالد الحقيقة المركز يعمل في شتى قطاعات العمل الإنساني، يدعم الصحة، يدعم التعليم، يدعم كذلك المأوى، يدعم المياه والإصلاح البيئي. سوف نقوم بتقييم هذه المرحلة، مرحلة النقد. والنقد الحقيقة لعلي أختم بكلمتين، يوفر أن البطاقات مسبوقة الدفع توفر حقيقة فوائد كثيرة جدا، من أهمها المحافظة على كرامة واحترام شخصية المستفيد، عدم الحقيقة الاحتياج إلى التنقل للحصول على الدعم. بإمكانه أن يستخدم أي صراف آلي للحصول على الدعم. كذلك في تنشيط للاقتصاد، في الاقتصاد المجتمع المحلي من خلال عملية الشراء من أي مكان من أي مكان يقيم فيه المستفيد. ممتاز، شكرا جزيلا على تواجدك معي الدكتور سامر الجطيلي، المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والإدارة. شكرا لك دكتور.